دكتور محمد، هل فسرت كما فسرته الدكتور نورهان حديث السناتور الأمريكي؟ أنا ذكرته عام 2006 باعتباره سناتور عن ولاية نيوجيرسي منذ هذا التاريخ، ليس بشكل معلوماتي مجرد ولكن الخبرة وتراكم المعلومات. هل الحديث عن العقوبات في هذه المرحلة من مراحل الصراع داخل السودان تشي عن أن الولايات المتحدة أصبحت من غير حيلة أم أن في الأمر حيلة؟ هو بلا شك موقف الولايات المتحدة الأمريكية إذا أزمة السودانية وإذا التغيير أو الانتقال المدني الديمقراطي في السودان موقف ملتبس وضبابي إلى حد ما، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة بقضية الحرب على أوكرانيا، ملف الصراع الصيني على تايوان، كذلك قضية التسريبات التي طرحت مؤخرا، الأزمة الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمحاكمة ترامب وكثير من القضايا. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام اهتمامها بأفريقيا لم يعد بالشكل الكافي، وكانت توكل العديد من الملفات لشركاء الدوليين كفرنسا، وكذلك إلى حد ما هي تتولى بعض القضايا المهمة في منطقة البحيرات العظمى ودول شرق أفريقيا. فأنا في تقدير الملف السوداني الولايات المتحدة الأمريكية تلعب على حبلين حتى نكون أكثر دقة، في اتجاه هنالك بعض التسريبات والمعلومات المؤكدة بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لم يصدر منها موقف قاطع بأن لديها معلومات بأن الدعم السريع لديه تحرك ويزعى لتغيير الواقع السياسي في السودان، ويعود ذلك لرغبتهم في إعادة تشكيل العديد من المؤسسات المهمة والجيوستراتيجية في السودان كالمؤسسة العسكرية، وذلك بأن هنالك اتهامات ظلت تطال المؤسسة العسكرية بشكلها الحالي، وأقصد القوات المسلحة السودانية، بأنها مؤسسة أصبحت مؤدلجة وتدين بالولاء لنظام الأخوان المسلمين بشكل أو بآخر اللي هو نظام المطار الوطني الحاكم. فبالتالي بتفتكر أنه من السهولة مما كان استخدام إذا انتصر الدعم السريع في هذه المعركة يمكن أن يكون نواة للجيش السوداني يتبع أو يدين بالنظام العلماني ويكون هو شريك قوي للولايات المتحدة الأمريكية وما إلى ذلك. وفي الاتجاه الآخر تراهم بأن المؤسسة العسكرية يمكن أن تكون أيضا تجرى فيها إصلاحات وتكون أيضا هي تحقق المصالح الأمريكية بأنها هي استجابت في قضية استبعاد التوجهات الروسية والحضور الروسي في أفريقيا وبالأخص على ساحل البحر الأحمر في قاعدة فليمنغو التي تم منحها مؤخرا إلى الجانب الروسي، لكن عندما ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على الجيش السوداني عاد النظر في ذلك. ففي تقدير الموقف الأمريكي غير واضح نتيجة لهذه التناقضات وهذه المعطيات المعقدة جدا. فبالتالي أنا في تقدير الآن المحاولة الترويج بأن يمكن أن يأتي الخير من المجتمع الدولي أو كذا، أنا لا أؤمن بذلك كثيرا، باعتبار أن كل الدول العظمى أو الدول الإقليمية أو ما شابه ذلك هذه الدول تزع أولا لتحقيق مصالحها، حتى القوى الكبرى تأتي في إطار تحقيق المصالح فقط. فبالتالي ينبغي أن يكون الحل سوداني سوداني أولا، وأن يكون أفريقي أفريقي، وأن يكون عربي سوداني باعتبار أن السودان ينتمي إلى المنظومة الأفريقية والعربية. فأنا في تقديري الآن الأزمة في السودان لا يمكن الحديث حتى عن مسألة الوساطات أو فرض العقوبات أو ما إلى ذلك، ولن تجدي نفعا في ظل المعارك. إذا كانت هذه الآلية بتنفع إذا كانت المعارك في أطراف الدولة السودانية أو في أطراف المدن غير المؤثرة أو البعيدة عن العاصمة، لكن نحن نتحدث عن معارك في غلب العاصمة، شلل تام للحياة، شلل تام لحركة الطيران، شلل تام في كل قطاعات الحياة ومناحي الحياة. فبالتالي وكذلك حتى التعويل على استمرارية هذه المعركة، ربما الطرفين كانوا لا يعولون أنها تستمر أكثر من 3 أيام، والآن نحن نتحدث عن خروجها عن السيطرة بشكل أو بآخر. فبالتالي حتى تداعياتها باستهدافها للمدنيين لم تكن بالخطورة الكافية حتى تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس الأمن الدولي بالحديث عن الفصل السابع أو البند السابع، باعتبار دائما يتم استخدامه إذا كان الاستهداف من قبل القوات العسكرية إزاء المدنيين. فهذه كل المعطيات غير متوفرة حاليا، فأنا أتوقع إنه المجتمع الدولي يتحدث فقط في إطار حفظ ما الوجه، في إطار التأكيد بأنه موجود، في إطار الإدانات كما حدث من بوريل قبل قليل باستهداف مقر المندوب الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، لأنه أيضا في محيط المعركة.
فبالتالي هذه المناشدات تأتي في هذا الإطار، لكن لن تحقق شيء على أرض الواقع. فأنا في تقدير المعركة في السودان إلا إذا حدث انتصار كاسح لأحد الأطراف، ومن المتوقع أن هذا الانتصار يكون لمصلحة الجيش، من بعد سيتم الحديث. لأن إذا لاحظنا التصريحات التي أدلى بها محمد حمدان دقلو للسي إن إن، وكذلك تصريحات البرهان، بنقرأ إنه المؤسسة العسكرية هي الآن بتحقق انتصارات كبيرة، لأن البرهان يتحدث بثقة ويتحدث بأنه ما حدث هو عبارة عن انقلاب، فلا يمكن الحديث عن حوار. الحوار يمكن أن يحدث بين قوى سياسية والجيش أو ما إلى ذلك، لكن هذا رجل يتبع للمؤسسة العسكرية وهو حاول أن يقود انقلاب ويقوض النظام الدستوري، تحدث عن إذا تم إلقاء القبض عليه، فهذه علامة أيضا يمكن وضعها بين مزدوجتين. يعني هنالك سيناريوهات، ربما يسقط في مواجهات مسلحة، ربما يتم القبض عليه. نعم. تحدث عن إذا تم القبض عليه سيتم تقديمه إلى المحاكمة. نحن كل هذه التفاصيل التي مرتبطة بالتصريحات في إطار التلاسن الإعلامي المرتبط بهذه المعارك قد تبعناه دقيقة بدقيقة. أنا مجبر على شكرك الدكتور محمد ترشين، وأنت الباحث في الشؤون الإفريقية، شاكر لك إذ كنت معنا من روان الفرنسية، كما أشكرك. شاكر لك سيدي.